موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة أن الملتقى الوطني الليبي يعد الطريق الصحيح لإعادة بناء ليبيا، مؤكدا في ذات الوقت على أنه ليس بديلا عن أي عنصر من عناصر الخطة الأممية. وشدد سلامة خلال كلمة له في فعاليات الملتقى بطرابلس على أن مفعول الاتفاق السياسي ينتهي حينما يكون لليبيا دستورها، وأضاف سلامة أن البعثة تؤيد إجراء الانتخابات إلى حين الاستفتاء على الدستور، مؤكدا تعهد البعثة بمساعدة مفوضية الانتخابات. أكد وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية إليستير بيرت أن من مصلحة بلاده مساعدة الليبيين على كسر الجمود السياسي وبناء مؤسسات الدولة. أضاف بيرت في بيان نشر على موقع الخارجية البريطانية أن ذلك يعد السبيل الوحيد لمساعدة ليبيا على استعادة السيطرة على حدودها. وأكد الوزير البريطاني أنه يتطلع إلى الاستمرار في عمله الوثيق مع ليبيا بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب وإصلاح الاقتصاد والتجارة بحسب قوله. كشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعرض آلاف الليبيين لعمليات احتجاز بشكل تعسفي ومطول خارج إطار القانون من قبل مجموعات مسلحة بما فيها التابعة للدولة. وبحسب التقرير فقد قدرت أعداد المحتجزين في السجون الرسمية ب6500، حيث يحتجز ما لا يقل عن 2600 في سجن معتيقة وأكثر من 1800 في سجن الكوفية بحسب التقرير. ولفت التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز تخضع شكليا لسيطرة مؤسسات الدولة، في حين أنها تخضع جزئيا أو للسيطرة الكاملة للمجموعات المسلحة، حيث لم يسمح لها أكثر من مرة بتفقد الكثير من تلك السجون. أوضح التقرير الأممي أن الأزمة السياسية زادت من تعقيد أوضاع مراكز الاحتجاز بالمنطقة الشرقية التي يجري فيها احتجاز الأشخاص من قبل المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الكرامة. انطلقت صباح اليوم من مستودع مصراتة عبر أبو غرين قافلة تتكون من 100 صهريج واحد من الوقود، إضافة إلى 60,000 طن من الغاز المسال باتجاه المنطقة الجنوبية. قال مسؤول المكتب الإعلامي بشركة البريغا لتسويق النفط أحمد المسلاتي لقناة النبأ، قال إن المنطقة العسكرية الوسطى ستوفر الحماية للقافلة إلى منطقة أجار الشاطئ، حيث ستتكفل قوة حماية الجنوب بتأمين وصولها إلى مدينة سبها بحلول مساء اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.